حسن ومرقص وكوهين. ده كان فيلم زمان اتعمل لقصة بتحكي ان في ثلاثة عايشين مع بعض، حسن اللي هو المسلم، مرقص اللي هو النصراني، كوهين اللي هو اليهودي. واحد من شباب النصارى بيقول لي ايوه المسلمين دخلوا مصر بالسيف، وحسن طرد كوهين من مصر، والدور اللي جاي على مرقص. احنا عارفين كده كويس، احنا عارفين ان حسن بيخطط انه يطرد مرقص من مصر. انا بقول له ببساطة يا مرقص ما تخافش، انا مش في خطتي كده ابدا، ودي نيتي، نيتي انا بقول لك عليها ومش خايف، وبقول لك انا بفكر ازاي والمسلمين بيفكروا ازاي. وحسن لما في يوم من الايام طرد اليهود او طرد كوهين من مصر، لان كوهين في اغلب حاله خاين، ما بيحافظش على البلد اللي هو عايش فيها، بيدمر فيها، بيحارب اهلها. لكن انت يا مرقص لا، مختلف، انت في الغالب عندي انت مش خاين، انت في الغالب عندي انسان محترم، وانا ديني بيأمرني كده ان انا اكون محترم مع الانسان المحترم. فانا بقول لك يا مرقص ما تخافش، دي زي ما هي بلدي هي بلدك برضو، واحنا الاتنين عايشين فيها سوا، عايشين على الخير وعايشين على الشر وعايشين على الحلوة وعايشين على المرة، وديني بيأمرني اصلا ان انا اتعامل معاك بالبر والقسط. والآية قلتها كتير وبأكد عليها لان معنى مهم جدا، تخافش يا مرقص، احنا مع بعض ان شاء الله هنعمر بلدنا سوا لانها بلدي وبلدك. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تاني: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى ببساطة شديدة ديني بيقول لي اللي يتعامل معاك بالإحسان تعامل معاه بالإحسان، واللي مش هيقاتلك في دينك ومش هيحاربك في دينك تعمل معاه ايه؟ تعامل معاه بالبر والقسط. يعني انا كمسلم مؤمن بالله من اهل السنة بإذن الله، انا في ديني ما عنديش مشكلة خالص 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 ان انا ابيع واشتري مع النصراني، وما عنديش مشكلة ابدا لو جاري نصراني محتاج اي حاجة انا اروح اساعده، وما عنديش مشكلة ابدا ان لما يكون عنده مثلا حد مات او في حاجة اروح واعزيه واقول له البقاء لله، وما عنديش مشكلة ابدا لو هو خلف ان انا اروح اهنيه بالمولود الجديد، ما عنديش مشكلة خالص ان احنا نتعامل مع بعض بالبر والقسط والعدل. المشكلة فين؟ اللي انت مزعلاك ان انا العمل القلبي ده لا يصرف الا لله ولرسوله والمؤمنين. انا بقول لك بس يا مرقص ما تخافش، احنا دي بلدنا واحنا مع بعض سوا، ايدينا في ايد بعض نعمر بلدنا ان شاء الله باذن الله. وكلامي ده على فكره اللي بيقول ان انت بتخترق النسيج الوطني وان انت مش عارف تقريبا كان قاعد في مصنع قطن ولا ايه، فالنسيج مضايقه كل شويه يقول لي انت بتخترق النسيج الوطني، انت بتخترق النسيج ايه اللي انا بخترقه وانا مش عارف، احنا شباب وبنتكلم مع بعض وعايزين ناخد بايد بعض للحق. فحسن ومرقص وكهين، حسن ومرقص عايشين في مصر، مصر ديار اهل السنة، عايشين مع بعض ايدينا في ايد بعض بنعمر بلدنا وخايفين عليها. وانا ان شاء الله بطمنك يا مرقص وبقولك انا مش في نيتي خالص ان انا امشي مرقص من البلد زي ما مشيت كوهين قبل كده من البلد، لان كان غالبا كان خاين. انت مرقص انسان كويس، وان شاء الله باذن الله نعمر بلدنا سوا. اسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.